ربعك وأحبابك تتحدى ويتحداك في بطولة سبورتيار يا غلا ويا حياك. البطولة الذي حقق اللقب وقد يحصل على الثنائية كأول الفرق. إذن راح نتحدث أيضا عن السلسلة. ياها 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 صراخ من فلامينغو محمد سعد يلعب كرة عرضية هي راسية التعادل السريع لشديد بروكرز عبر كرة راسية. يا الله سامي عبد الله ينجح في تسجيل ركلة الترجيحية الأولى على الترفيد. حامد الآن على ترفيد ركلة الترجيحية ينجح في التسجيل. لاعب البديل أمام هذا الحارس الترجيحية الثانية ناصر 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 يجبر الخطر أمام سعد عسيري علي 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 صراخ صراخ على تنفيذ الركلة محمد هادي حسن سليس حسن ينجح الآن في التسجيل. حسن سليس فواز أمام بسام فواز الطميحة يلعب يا الترجيحية مهمة هذه الركلة. خليفة 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 قذيفة ركلة الترجيحية ضاعت 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 يا عزاز عزيز جحاف يضيع ركلة الترجيحية وتبتسم كل الأمور لمصلحة فريق فلامينغو. الله يبارك فيك والحمد لله على كل حال. ألف مبروك لجمهور فلامينغو ولعيبة فلامينغو. فريق صعب، نعم صعب، أعترف أنه صعب لأن أنا ألعب ناقص. أنا عندي اليوم أبرز اللاعبين مشاركين مع أعمالهم، ما جوني إلا اثنين الشوط الثاني، ويوم جوني اثنين الشوط الثاني سيطرت على المباراة. المباراة كانت صعبة، الفريق اللي قدامنا صغار يمتلكون مهارة السرعة، نوعية لعب خاصة، تعاملنا مع الشوط الثاني بالشكل المطلوب وقدرنا أن نروح في المباراة وضيعنا والحمد لله على كل حال وفتحنا.